شكرا لكل الإدارة وللمهرجان ولدولة الإمارات اللي فتحت هذا الباب لهذا المهرجان لتطلقه في هذا العام، وبتمنى أن يستمر ليحقق هدفه وليستقطب كل هالمتميزين بالعالم على كل الصعد. يعني هذا مهرجان ليس فني فقط، يعني يمكن يكون هناك طبيب عربي مقيم في أمريكا دعي إلى هذا المكان ليكون متميزا، أو مهندسا أو محاميا أو مبدعا أو أي حدا قدم خدمة أو قدم فكرة أو مشروع لهذا البلد، لهذا الوطن أيضا. بس أتشكر كل القائمين وإن شاء الله مبروك للكل. شو بتحبي تقولي له لعابد؟ التكريم. بأي خصوص؟ بخصوص التكريم. أيوة. بدي أقول له حبيبي بلبق لك كل التكريم. أنت إنسان كبير وانت الصح. تمام. بده يخليك تمثلي ولا ما بقى؟ هلا عم نتشاور، هلا صار في حوار منزلي بالموضوع. شو الاولاد هلا اذا بيقبلوا؟ لا انت شو رايك؟ يعني الحقيقه بشكل جدي، بشكل جدي انا ما عندي مانع والله، يعني بس رح نختار الموضوع اللي بيناسب زينه. زينه اعلاميه الى مكانتها الاعلاميه، عندها ايمج معين بلقاءاتها السياسية، بالضيوف اللي التقت فيهم عبر قناة العربية وبعد تلفزيون دبي وشارع العربي، وبصراحة يعني كان في شخصيات تاريخية، يعني برنامج سياسي تقيل، حاورت زعماء وأصحاب قرار بالعالم العربي والغربي. فالانتقال لموضوع الدراما هو مش انتقال سهل، انتقال بده يكون ذكي، بدك تختار شخصية وليكن لها أثر بالتاريخ، ربما بيوغرافي، جوليا دومنا مثلا، زنوبيا مثلا، مثلا مش عم بحدد، بس انه شيء له علاقة بي 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 برواية عالمية تحولها، أم مسلسل بسيط اجتماعي، يعني صعب. انت شو رأيك؟ خلص بعد ما حكى عابد بتصور هذا بالفعل هذا بالفعل هو هيدا، يعني عابد عابد هيدا هيدا تحديدا اللي شرحه. انا بضيف عليه انه هي مهنه واتقان وحرفه مختلفه تماما، يعني ما بعرف انا بعد هلا سنين بحرفتي بالإعلام وبإتقانها أنه أقدر أنقل لمكان تاني، هل أنا جيدة فيه، هل أصلح. بس هو مغري، تقلك المغري بالموضوع، غير طبعا جماهيرية والشعبية وإلى آخره، لأنه اليوم العالم تحب تحضر. ننتظر هليكوبتر. شفت الإعلامي؟ طبعا ما في شك التمثيل بيعطي شعبيه وبيعطي جماهيريه وبيوصل لكل شرائح المجتمع، لانه بالاخبار ولا بالسياسه ما الكل في يحضرك او بيحب يحضرك اصلا، من ناحيه الاعمار ومن ناحيه الاهتمامات والخلفيات. هيدا مغري اني اقدر اتخاطب مع الجميع، مع كل المشاهدين. بس كمان مغري لما بتقدم شخصيه قيمه وفيها تحدي. هو بيشبه تحدي الاعلام لما انت بدك، بس بدل ما تتحدى الشخص اللي امامك انت عم تتحدى الشخصية اللي على الورق. هيدا بالنسبة لإلي. يعني مغري في شيء هيك؟ عندك ورق؟ لا يلا خلينا. أستاذ عابد لحظة، أستاذ عابد، أستاذ عابد يعني أنت لحظة، إيه أستاذ عابد ممكن يعني هو يعطيكي، يعني أنا بنعرف الأستاذ عابد عنده خبرة كتير طويلة، ممكن هو يعطيكي هالخبرة أوي دربك على هذا الشيء. مش تدريب، بالتأكيد ممكن نختار مع بعض المشروع وممكن نشارك فيه بصناعته بشكل أو بآخر. ممكن يعني وجود عابد هو الوحيد المغري أو المشجع مطمئن بالنسبة لي، وكثير مطمئن أني ممكن أدخل هيدا الفيلد، هيدا الحقل. الإمارات نيوز، من الإمارات إلى العالم.